يعني. طبعا طبعا احنا طبعا من فرط حماسنا بنبقى عايزين النادي الاهلي افضل، يعني احنا بنبقى طماعين زياده عن اللزوم، خصوصا لما بنشوف الفرقه فايقه وفي حاله فنيه كويسه، بنبقى محتاجين ان النادي يكسب ويجيب واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. هي نتيجه جيده والاداء كان يعتبر جيد، ولكن ممكن كان النتيجه ممكن تزيد شويه، وزي ما قال مستر موسيماني هي نتيجه تعتبر جيده طبعا، اربعه نتيجه كويسه، ولكن هو برضو بيقول ان في يعني كان في خلق الفرص، في فرص كتير جات وما استثمرناهاش. برضو اكيد طبعا مستر موسيماني هيشتغل على النقطه دي. هنروح للاجوال ونحلل كل جول مع ضيوفنا الكبار. شوف الجول الاول، ادي الجول الاول، ضغط من نص الملعب الخصم، نص الملعب زي ما اتفقنا، زي ما اتكلمنا وقلنا كلها بدايه الاستوديو، هي المساحات اللي على الاطراف. بص كل الفريق سوليديب على الكوره، ومفيش الراجل اخر واحد اللي هنا ده مساحه فاضيه خالص. بص كده واقف كمان وقت تمركز غلط جدا، يعني المفروض ده يبقى ورا طاهر مش قدامه كده. بص يا كابتن انا عايز اوريك حاجه، اللي مغطي الدنيا كلها لوحده ده. لا غير، بص عدد اللعيبه اللي هناك كام لعيب، ماشي 1 2 3 4 5 6 7 لعيبه على 3 لعيبه من عندنا. كويس التمركز ده عامل ازاي؟ سيء جدا، سيء جدا، سيء جدا، وبين كل لعيب ولعيبه ايمن مساحه كبيره قوي، انت تقدر تختار اللي انت عايزه. يعني الكوره لسه مع النادي الاهلي، بص اهو كويس، يعني بص اهو 4 5، لكن كلهم على خط واحد وكلهم مش شايفين حد. وبص بص يا كابتن انا عايز اقول لك حاجه، فضل. بص كلهم عينيهم على الكوره ومش شايف الخصم. ما انا يعني بقول لك ايمن، هم عندهم يعني اخطاء دفاعيه قاتله، يعني هنا 5 3 2 ماشي، بس 5 3 2 شكلها في الملعب، لكن انت مستفيد ايه من الشكل ده؟ ولا حاجه. ايوه، مفيش لعيب ماسك لعيب من لعيبه النادي الاهلي، استحاله. يا اما لعيب نادي الاهلي بين اثنين مدافعين، يا اما اثنين لعيبه من النادي الاهلي حمر هنا ده مع مدافع واحد. بص كل بص استحواذ فاضي، اتقطع طبعا عشان كان طاير مستني الكوره. دي مش اكتر من كده، بقى لمسه والثانيه يعني الكوره الثانيه خدتها بسرعه. صح، ديانج هنا بقى، اقف هنا لو سمحت، اقف هنا بس. بص وليد ايمن لما استلم الكوره كان وشه فين اساسا؟ صح، كان وشه عند علي معلول. صح، لكن هو استلم. عشان كده بقول لك انا ايه، دايما اللعيب بيفكر، وكنا في بدايه المباراه ايمن بقول لك دايما اللعيب اللي بيعمل الفارق اللي دايما عارف الباص امتى والمساحه فين وهتروح لمين. أيه، وليد عمل كل الكلام ده، استلم وعينه على معلول، لكن هو ما شاء الله مساحه الرؤيه عنده. صح، قول، واللي بيعمل حاجه غير متوقعه. بالظبط، ما بقول لك عشان بيعمل حاجه متوقعه غير متوقعه لايمن، اللي بيسمح لك كده مساحه الرؤيه عندك كبيره جدا. صحيح، وليد عنده يعني، وليد لما استلم الكوره هو وليد خلاص واخد عنده قرار واثنين وثلاثه. صح، لكن هو عشان شايف طاهر، فده احسن تمريره، اللي هو انا مش عايز اضيع وقت، انا عايز اعمل التمريره لطاهر يروح الجول. يحسب لطاهر ان هو استنى خطوه. صح، انطلاق هايل. هنا بقى نص الجول الاستلام، لان بعد ما استلم بقى عنده حلين، يا اما في اليمين زي ما هو عملها، او لو حطها في الشباك هتدخل جول. صحيح، لان هو موقفه او شكل طاهر لما استلم الكوره المساحه اللي عنده ايمن عنده حريه، هو مش ملزم يمين او شمال، لكن هو مع الاستلام واخد القرار. طبعا يمكن كل الاستوديو هنا مبسوط عشان طاهر، ان طاهر كان يعني كنا مستنيين يحرز هدف مع النادي الاهلي، هتدي له ثقه كبيره جدا. يمكن زي ما قلت فعلا الاستلام هو الجول، هو نص الجول او ثلاث ارباع الجول اكيد يعني. صحيح، نخش